حرب عبثية شنتها الميليشيا الحوثية، فخلفت وراءها القتل والدمار والفقر، وطالت مأساتها كل سبل الحياة ومناحيها. فبعد السيطرة على مؤسسات الدولة وتدمير الاقتصاد الوطني، حلت الكارثة على القطاع الخاص ومنتسبيه ليكون الضحية الأخرى لحرب الميليشيا. وبحسب تقرير أممي حديث، فإن عاما من النزاع أدى إلى تدهور وصفه بالشديد في الاقتصاد، صاحبه تسريح ل70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، مضيفا أن واحدة من كل 4 شركات أغلقت. التقرير أكد أن الأعمال التجارية تواجه خسائر متزايدة تصل إلى 315,000 دولار شهريا للشركات الكبيرة، ما يعني أنها خسرت مبالغ باهظة منذ بدء الحرب. وواصل التقرير أن ملايين الأسر تضررت سبل معيشتها، وأن أكثر من 7.5 مليون يمنيا سيتعرضون لخطر المجاعة. ويعتبر الكثير من اليمنيين أن العام 2015 هو العام الأكثر مأساوية في تاريخ اليمن الحديث، بالنظر إلى حجم الويلات التي لاقوها جراء حكم الميليشيا.